نصب الجندي المجهول في مدينة الإسكندرية. النصب التذكاري للجندي المجهول البحري يقع في مدينة الإسكندرية في منطقة المنشية، وتم بناؤه بواسطة الجالية الإيطالية كتذكار لتكريم الخديوي إسماعيل. وفيما بعد أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا عام 1964 يقضي بتحويل هذا المكان إلى نصب تذكاري للجندي البحري المجهول، وتسليمه إلى قيادة القوات البحرية خلال قيادة الفريق الأول سليمان عزت للقوات البحرية. وتم نقل تمثال الخديوي إسماعيل إلى متحف الفنون الجميلة بمحرم بيك. ويتمتع النصب التذكاري بخاصية إشرافه على البحر المتوسط الذي شهد أمجاد وبطولات القوات البحرية المصرية عبر التاريخ، وتخليدا لذكرى شهدائها. وتحتفل القوات البحرية سنويا في يوم 21 أكتوبر بذكرى تدمير القوات البحرية المصرية لمدمرة إيلات أمام شواطئ بورسعيد عام 1967 من الميلاد.